ازيكم؟ انا لينا. النهارده عايزه يعني اقربكم لحاجه قريبه جدا من قلبي، هي اللازانيا. بس اللازانيا اللي مش قادر يقف 20 ساعه ينظف وراها ويغسل مليون الف حله، هي دي الوصفه اللي انتم محتاجين تعرفوها. هنتعلم ازاي نعمل لازانيا من غير فرن، من غير بهدله، من غير حلل كتير، كلها في حله واحده. الحله دي اي حله عندكم مسطحه او طاسه كبيره ممكن نستخدمها. هنعمل فيها كل المكونات من اللحم المفرومه، وده مكون اساسي في اي لازانيا. لو حد عايز يتجه ل يعني يقلبها حاجه نباتي اكتر، ممكن يستبدل اللحم المفرومه ببتنجان، سبانخ، مشروم. النهارده زياده عن اللحمه المفرومه احنا هنحط شويه مشروم عشان نعلي القيمه الغذائيه للوجبه كلها. هنبدا ان احنا نحط بيض زيت زيتون، هنحط البصل اللي متقطع مكعبات صغيره جدا. زي ما شايفين دلوقتي البصل خد لون حلو قوي، نضيف عليه ثوم. ثوم دايما بنحطه في الاخر عشان الثوم بيتحرق بسرعه، عشان نقلل بس الخسائر نحطه اخر حاجه. دلوقتي نقدر نضيف عليهم اللحمه المفرومه. نقطه مهمه قوي ممكن تساعدنا واحنا بنعمل اللحمه المفرومه، ان احنا نخلي النار على متوسط عالي. ده هيخلي اللحمه المفرومه تاخد لون حلو جدا، لون بني فاتح، ويبقى ليها طعم حلو جدا. بما اننا بنحاول نزود القيمه الغذائيه للاكله دي، احنا النهارده هنزود مع اللحمه المفرومه مشروم. للي مش عايز لحمه مفرومه خالص ممكن تعملوها بمشروم، ممكن تعملوها بقطع صغيره من البتنجان، ممكن تزودوا سبانخ. اكله تحفه، والاطفال بالذات بيحبوا ياكلوها عشان هم طبعا بيحبوا المكرونه. بس في الخباثه كده نحط شويه خضار. ما تقلقوش من حجم المشروم الكبير ده، المشروم من اكتر الحاجات اللي بيصغر في الحجم وبيدوب ومحدش بيحس بيه، بس بيبقى فيه غذاء وبروتين كتير جدا. هنقلب شويه صغيرين اللحمه المفرومه مع المشروم. نزود بقى هنا ملح وفلفل حسب الرغبه، حسب الطعم اللي احنا بنحبه. وعشان المشروم يستوي على الاخر ويصغر في الحجم ويستخبى في الاكله، هنغطي شويه. في وصفه اللازانيا دي انا بحب استخدم نوعين او مصدرين للطماطم. مصدر تشيري توميتو لان هو طعمه مسكر وبيبقى لذيذ جدا في الاكل، وصلصه طماطم عاديه جدا. هنقطع التشيري توميتو سلايسز زي ما احنا شايفين كده. تعالوا نشوف اللحمه المفرومه والمشروم عملوا مع بعض ايه. احنا سايبينهم بقالنا دلوقتي 10 دقايق على نار هاديه جدا ومغطيين الغطا عشان يستووا مع بعض. زي ما احنا شايفين اللحمه المفرومه خدت لون حلو قوي، والمشروم برضو هو لون كده بقى شكله بني خفيف وصغير جدا في الحجم زي ما احنا شايفين. بما اني اتاكدت ان اللحمه المفرومه والمشروم لحد كبير استووا خلاص، انا هعلي تاني لمتوسط عالي عشان ادخل عليهم التشيري توميتو، او لو ما عندناش تشيري توميتو ممكن طماطم عاديه. دلوقتي وقت هايل ان انا اضيف عليها شويه طعم وشويه لون من الصلصه. دلوقتي هنزود لها ميه مهمه جدا. نطلع كل الالوان بتاعت اللحمه المفرومه، اللون بتاع المشروم الحلو، كل حاجه تبقى متعصجه مع بعض. بقالنا 10 دقايق سايبين الطماطم مع الصلصه والمشروم واللحمه المفرومه يتقلوا مع بعض ويحبوا بعض شويه. دلوقتي الوقت الممتاز ان احنا نضيف عليهم شويه توابل زياده، توابل ايطاليه. اخر حاجه محتاجين نزودها عشان يبقى عندنا لازانيا حقيقيه، هو ان احنا نضيف لها المكرونه. المكرونه اللازانيا ممكن تلاقوا نوعين في السوق، نوع اخضر اللي هو بالسبانخ، ونوع الابيض فاتح دوت اللي هو بالبيض. النهارده هنستخدم اللي بالبيض. كل اللي محتاجين تعملوه ان انتوا تكسروها يعني هتكسروها اربع او تلتات كده اهو، مش محتاجين نغليها ولا اي حاجه، هي كده كده هتستوي في الحله بتاعتنا. دلوقتي محتاجين نزود ميه. احنا حطينا حوالي كوبايتين ميه على الحله كلها، وسيبنا الصوص يغلي في بعضه زي ما احنا شايفين، وقلبنا وتاكدنا ان مفيش اي شرايح من المكرونه لازقه في بعض. ده كله على نار عاليه. بعد كده هنجيب الغطا بتاع الحله، هنغطي ونوطي لغايه اما تبقى نار متوسطه، ونفتح عليها كمان ربع ساعه. المكرونه اللازانيا بقالها دلوقتي ربع ساعه بتستوي على نار هاديه بالغطا مقفول. تعالوا نشوف ايه اللي حصل فيه. زي ما احنا شايفين المكرونه كلها استوت وتقلت كده في الصوص مع اللحمه المفرومه والمشروم بتاعنا. متحمسه بقى نضيف لها اخر واهم حاجه بالنسبه لي، اهم مكون، هو الجبنه.
هنستخدم نوعين جبنة النهاردة، موتزاريلا وبارميجان. لو ما عندناش غير موتزاريلا تمام شغال، لو عندنا بارميجان بس مفيش مشكلة. نوعين الجبنة اللي احنا بنستخدمهم النهاردة الموتزاريلا والبارميجان مهمين جدا للطعم، وعشان كمان يبقى عندنا كده لير حلو بيمط معانا، فارشح لكم ان انتم تستخدموهم هما الاثنين. انا بحب اعمل زي جزر كده متفرقة من الجبنة. ممكن على فكرة لو لقينا في السوبر ماركت الجبنة الموتزاريلا اللي هي الكاملة المكعبة ممكن نستخدمها، بس نقطعها بس شرايح. خلي بالكو الجبنة البارميجان حادقة في الطعم، فلو انتم مزودين ملح زيادة هي دي هتزود الملح قوي، حطوا حسب الرغبة. من اكتر الحاجات اللي بتخلي نكهة صوص الطماطم يطلع سواء كانت في اللازانيا او في اي نوع مكرونه هو الريحان، بالذات لو عندنا ريحان طازه بنقطعه بس بايدينا كده ونفرقه على وش اللازانيا. كل اللي محتاجين نعمله دلوقتي ان احنا نغطي على اللازانيا لمده دقيقه عشان نسيح كل الجبن. جاهزين تشوفوا اللازانيا اللي احنا عملناها؟ سهله جدا زي ما انتم كنتوا شايفين، حله واحده من غير تعب من غير تنظيف، واسرع حاجه تتعمل للغدا. جنبيها ممكن تحطوا كفته، فراخ مشويه، اي حاجه، بس هو ده الطبق الرئيسي بالنسبه لكم. تعالوا نشوف. واو شكلها تحفه، كل الجبنه ساحت، ولا احتجت ادخلها الفرن ولا احتجت اعمل اي حاجه زياده. يلا ندوق. هنحط شويه توابل ايطالي على الوش كده عشان الطعم. جاهزين نجرب عملنا ايه؟ انا متحمسه جدا الصراحه، يعني بقى لي حبه مستنيه الطبق ده. ناخد بقى بالمشروم والجبنة عشان الجبنة يا جماعة. تحفة، يعني محتاجين تجربوها بصراحة. زي ما انتوا شفتوا وصفة سهلة جدا، مش محتاجين تنظفوا وراكوا كتير، هي حلة واحدة والموضوع يعني بيخلص على طول. يا ريت لو حد جربها يقول لنا رأيه فيها. ومن اسهل الوصفات فعلا ان انتوا تدخلوا فيها شويه خضار في الخباثه كده عشان تعلوا بس القيمه الغذائيه بتاعتها. والف هنا. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.